هاك البساط للمحسنة واللوز في وسطها ينبع وكداك بالسمن مدهونة ومحنشان. السلام عليكم بنات، معكم بهيجه من قناه اناسيري برودكشن. فيديو جديد، نهار جديد. بغيت ندير معكم اقتراح اخر للكوتي. عندي جوج زلايف ديال الدقيق فورس ولا الدقيق الناعم، عندي زلافه ديال الفينو ولا الدقيق سميد الرطب ولا الرقيق. بالنسبه للعبار، انا عبرت بزلافه ديال الشينوا، نتوما تعبروا بكيسان العنبه ولا شي كاس كبير عندكم. مهم الدقيق الفورس تيكون غالب، حيت في هاد المعجنات ولا الفطائر ديال الفران ولا هذا تيكون لا بد دقيق ديال الفورس غالب. عندي هنايا ان شاء الله معلقه ديال الملحه، عندي واحد جوج حبات ديال الحمص ديال الخميره معجنه، ولا عندكم الا عندكم حبيبات تقدروا ديروا واحد راس معلقه ولا نص معلقه صغيره. غادي نبصهم هكا باش يدخلوا ليا في العجينه. وعندي معلقه ديال سكر سنيده. هادو هما المقادير اللي غادي نبغي البنات في هاد، ما قلت لكمش بعدا شنو غنديروا. غادي نديروا ان شاء الله كرواسات محشيين بالشوكولا ولا هلاليات بحال بهاد العجين السحري اللي انا كنسميه سحري، رغم ان مقاديره خفيفه ومقاديره عاديه جدا، ولكن كيجي رائع البنات. غادي تعتمدوا ان شاء الله لانه معتمد عندي بزاف. غنبدا معكم العجينه، نجمعها نعاود ندلكها فوق البوتاجي ونعاودو نتلاقاو. بسم الله. انا رجعت لكم بعد ما دلكت العجينه ديالي مزيان. كاين اللي كيجمع العجينه شويه يحطها في واحد الفيلم اليمونتير ويعاود يجلس واحد ربع ساعه يدلكها ويعاود يجلس نص ساعه ويدلكها. انا دلكتها في مره واحده، ما كاينلاش نبقى غاديه جايه عليها. هذا الفيلم اليمونتير غادي نغطي به، غادي نخليها ترتاح. غادي نتلاقاو بعد ما ترتاح العجينه باش نشكلو الكرواسات ديالنا. هاني رجعت لكم بعد ما ارتاحت العجينه ديالي نيت بصح. غادي ان شاء الله نلولبوها ونعود نخليوها تسرح. وحاجه واحده بغيت نقولها لكم البنات، اللي نجح الوصفه لا بد لا بد لا بد يكون الدقيق نوعيه جيده ضروري. يمكنش حنا نجحوا وصفه ونقولوا راه ما نجحاتش لينا وحنا درنا شي دقيق يعني كاليتي عيانه. لا بد الكاليتي مزيانه ويكون دقيق خاص بالحلويات، هادشي ضروري يا البنات. غادي ان شاء الله نخرج انا اللول بالعجينه ديالي، غادي نديرهم قياسيين حيت اصلا باقي بغيت نطلقهم جوج وحده على الاخرى. باش نخرجوا منهم الكرواسات ديالنا ونشوفوا الطريقه مع بعض. وهذيك الخميره ما تخافوش منها، غير هو الا فات تسخن الحال مزيان كنديروا غير حبيبه وحده ديال الخميره، ما نكثروهاش حيت ما بغيناهمش يخمروا، بغيناهم غير يرتاحوا معانا ويعطيونا قوام زوين للكرواسات ديالنا. ها هما العجينه ديالنا، غادي ان شاء الله ندهنها ونغطيها بالفيلم اليمونتير ونتلاقاو باش نطلقوها جميع. هاني رجعت لكم بعد ما ارتاحت العجينه ديالي نيت البنات، غادي نطلقوها بهذه الطريقه. ما تخافوش منها، يطلقوها بلا مدلك بلا والو تحتاج. غنجيبو القطعة ديال البيتزا،
العجينة راه طايعة وزوينة البنات، غنديروها على شكل كرواسات صغار ولا هلاليات، ولا غنجبدها هكا ونبقى غادية. وهادو باش ما يخرج الشكلاط غادي ندورهم. هكا البنات ما تخافوا منها والو، راه خدات الوقت ديالها. مشيت انا اصلا جبت بنتي من ليكول، ديروا الشوكولات تسدوا عليه شويه ونبقاو هكا مستمرين. وهادي على ود الشوكولات باش ما يخرج، لولبوها هكا وما تخافوا منها والو البنات. عاونوا غير بالزيت، راه العجينه طايعه معايا. هكا البنات لي محبي الشوكولاته بحالي كترو وكيما العاده نلبو هذا باش ما يخرج لناش هذيك الشوكولاته في الفرن. ها هما المراقات ديالي ولا كرواسه ولا نسميوها كما بغينا نسموها، كنوركو عليهم شي شويه غير نكمل انا داكشي اللي بقى عندي ديال المسمن ندهنهم بالبيض وندخلهم الفرن. انا غادي نبدا ندهن البنات، درت صفار بيضه زدت عليه شويه الخل. انا رجعت لكم بعد ما خرجت الكرواسه ديالي، راه باقيه سخونه خرجتها من الفران وما ارتحتش البنات. نسيت ما قلت لكم راه كي كملت الكونتيتي اللي عندي كي دهنتها بالبيض كي بديت تنطيب، باقيه عندي دابا في واحد اللاطه في الفران، غادي ان شاء الله نحل معكم شي وحده. هانتوما البنات كي تيجيو هادي راه باقيه سخونه. هانتوما سمعوا التقرميشه البنات، جربوها البنات راه كتجي مرقه وزوينه، وهذيك العجينه غادي تولي معتمده عندكم ان شاء الله، ما باقيش غادي تخلاو عليها. كما انا كنعمر بها الحلو والمالح، وباقي غندير معكم وصفات كثيره ان شاء الله. كانت معكم بهيجه والسلام عليكم. هات لي في الاول سكسو ولا صحلي حدي مسو، يكون في شي طبسيل كبير بالزبادي راوي واعمل عليه غنمي وخضاري رايقان فيسا، دير تفايا مع الزبيب ولوز وبصله.